أعزائي المشاهدين، أرحب بكم مجدداً في برنامج المجلة اليهودية. حلقة اليوم سوف تكون بتتعلق بموضوع يخص التسميات بشأن اليهود. كلنا تعودنا عندما نتحدث عن هذه الجماعة نقول يهودي، ولكن ماذا يستعمل اليهود لوصف أنفسهم؟ هل يقولون إنهم يهود أو يهودي؟ حلقة اليوم سوف نذهب برحلة قصيرة تخص التسميات المتعلقة بهذا الشعب. عندما نقرأ في الآداب الأجنبية وفي الكتب الأجنبية والعبرية نجد أنه يوجد أكثر من تسمية متصلة باليهود. لدينا التسمية الشائعة اليهودي، وهي تسمية معروفة بالنسبة لنا، ولدينا اسم العبرانيين واسم إسرائيل. المفردة، قلنا أن مفردة يهودية المتداولة اليوم نحن بينا في المعجم الشفوي والسمعي، ونادرا ما نجد في المعجم الكتابي بمعنى اللغة المكتوبة أو الكتب، نادرا ما نجد إسرائيل أو بني إسرائيل وكذلك العبراني. التسمية الأولى هي تسمية العبرانيون. من هم العبرانيون؟ أول تسمية جاءت في الكتاب المقدس عن هذا الشعب كانت العبراني. اللفظ هو موجود في اللغات القديمة. لدينا في اللغات القديمة كلمة عبيرو، وعبيرو هي لفظة أكادية تعني جماعة بشرية متنقلة تمر. إذن نحن يمكن أن نفترض بأن عبيرو التي وردت في النصوص الأكادية تشير إلى جماعة متنقلة يمكن أن نسميها البدو، ولكن يوجد نقاش بين الباحثين اليوم إلى الآن غير محسوم. هل العبرانيون أو اليهود القدماء هم أنفسهم عبيرو التي وردت في النصوص الأكادية؟ هذا النقاش مفتوح، بمعنى لا يوجد حسم. فأنت شخص خرج وتجرأ للقول بأن العبرانيين هم كانوا في الأصل جماعة رحل أو جماعة بدو، فهو لا يستند في هذا الادعاء إلى حسم أكاديمي أو إلى معلومة محسومة. قلنا أن هذا الموضوع ما زال مفتوح. في الكتاب المقدس في التناخ نجد استخدام يصف هذه الجماعة في الكتاب المقدس. في سفر التكوين وسفر الخروج لدينا لفظ العبراني. تأتي لفظ العبراني في الكتاب المقدس عندما تشير إلى جماعة هذا الشعب في مقابل الجماعات الأخرى. أول إشارة تم الحديث فيها عن لفظ عبراني في الكتاب المقدس تخص إبراهيم في سفر التكوين، وكذلك على بني عابر في التكوين 10. إذن لفظة العبرانيين لا تدل على جماعة بالمفهوم اللي تعودنا نحن أن في عبيره، ولكن تدل على جماعة بشرية من نسل إبراهيم إلى دخول أرض الموعد. هذه التسمية وردت في سفري التكوين وسفر الخروج. كلمة عبراني دائما نجدها وكأنها وصف لقومي. كيف وصف قومي؟ عندما يتحدث الكتاب المقدس عن المصريين يتحدث عن يوسف العبراني، عندما يتحدث عن قصة يوسف، عندما يتحدث عن شعب إسرائيل آنذاك في مصر يتحدث عن المصريين في مقابل العبرانيين. في سفر صموئيل الأول يتحدث عن العبري أو العبرانيين في مواجهة الفلسطينيين. وكأن أقول، لا أقول أن هذا تسمية قومية بالمفهوم المعاصر، لأن القومية هي مفهوم معاصر بدأ في القرن 19 ولم تكن قديما، ولكن وكأنه يقول أن هذه تسمية لجماعة بشرية تسمى العبرانيين، جماعة بشرية مقابل جماعة أخرى. خارج التوراة لدينا في سفر يونان لفظ عبراني، عندما يقول يونان أنا عبراني في سفر يونان الإصحاح الأول. الاعتقاد اليوم
بني أقدم إقامة تشير إلى وجود العبرانيين في أرض كنعان أو إسرائيل حالية أو فلسطين، سميها ما شئت حسب نظرتك السياسية أو الثقافية، كانت حوالي سنة 2200 قبل الميلاد. التسمية الأخرى التي نجدها أيضا في الكتابات سواء الأجنبية أو اليهودية هي إسرائيل. ففكر اليهودي كلمة إسرائيل ليس لها دلالة سلبية. لماذا ليست لها دلالة سلبية؟ لأنها تشير في الأصل إلى علاقة الله مع هذا الشعب من خلال يعقوب. نحن اليوم عندما نسمع كلمة إسرائيل لدينا بسبب الصراع السياسي الموجود في المنطقة وبسبب الوضع المعقد الخاص بفلسطين، لدينا نفور من لفظة كلمة إسرائيل، ولكن هذا الواقع ليس كان كذلك في الكتاب المقدس، لأن لفظة إسرائيل هي تسمية للشخص اسمه يعقوب. تم تسمية يعقوب بإسرائيل في الإصحاح 32 في سفر التكوين. بحدثنا سفر التكوين على أن يعقوب دخل في 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 مصارعة مع كائن خارق للطبيعة، وهذا الكائن الخارق للطبيعة في النهاية ألقى تسمية إسرائيل على يعقوب. بالمناسبة البعض يمكن بسبب ضحالة المعلومات التي لدي يقول أني يسخر أحيانا، يقول أني أنظروا مثلا كيف يكون يعقوب هذا الشخص يصارع الله، هل يمكن كذلك؟ النص في الحقيقة هو ليس لا يحدد أن يعقوب كان يصارع الله، ولكن التفاسير والتقاليد اليهودية تقول بأن يعقوب كان يتصارع مع ملاك. هي لا تقول أن يعقوب كان يتصارع مع ملاك، ولكن مع الله، ولكن مع ملاك. وأنه بعد هذا الصراع مع هذا الكائن الخارق أطلق على يعقوب أب الأصباط 12 في الإصحاح 49 في التكوين. بحكينا بعدين أن نسل يعقوب صار يتعرف عليهم بأنهم بني إسرائيل. طبعا لاحقا صار في عنا مملكة ضخمة تم تأسيسها، وهي مملكة المملكة يهودية ضخمة. كانت المملكة فيما بعد انقسمت إلى شمالية وجنوبية، والشمالية اللي كان فيها الأسباط العشرة أخذت اسم إسرائيل، والجنوبية كان فيها سبطين فقط وأخذت اسم يهوذا. التسمية الأخيرة اللي نحن بين إيدينا كمان نحن تقول أني أيضا في عنا يهود، ورح نرجع ربما إلى موضوع المملكتين لاحقا. التسمية الأخيرة اللي موجودة في عند الكتابات اليهودية هي تسمية يهود، وهي تسمية بمناسبة الشائعة في الكتابات العربية. تسمية يهودية أتت من صبط واحد من أصباط إسرائيل 12، بني إسرائيل 12، من أصل 12 صبط يوجد عندنا صبط يهوذا. صبط يهوذا أو شفت يهوذا هو شخص أب الأصباط، وبعدين بعد تدمير مملكة يهوذا في الجنوب، المملكة الجنوبية على يد البابليين سنة 586 قبل الميلاد، تم نقل السبطين يهوذا وبنيامين إلى بابل، والذين بقوا على قيد الحياة من شعب إسرائيل آنذاك كانوا فقط سبطين يهوذا وبنيامين، وتدريجيا أصبح يطلق على كل هؤلاء الناس اسم يهوذا نسبة إلى هذين السبطين، ولكن عمليا وتاريخيا هؤلاء يمثلون جزءا من الشعب الإسرائيلي. واليوم نحن عنا في ثقافتنا فقط نستخدم اسم يعني يهود أو يهوذا. الطريف الموضوع أني حتى في سفر أستير بحدثنا عن أني مردخاي ابن يائير وسماء يهودي، يقول عنه السفر رجل يهودي، رغم أنه هو في الواقع ليس مصبط يهوذا ولكن هو مصبط بنيامين، ولكن ما بقي من ما بقي من اليهود كلهم أطلق عليهم فيما بعد يهود، بمعنى ما بقي من الشعب الإسرائيلي. التسمية الأخيرة اللي موجودة في الكتابات الأجنبية وليست موجودة في الكتابات العربية اسم الساميين. يطلق بعض الكتابات لا سيما في القرن التاسع عشر والعشرين على اليهود اسم الساميين، وفي الواقع نحن نجد في الكتاب المقدس أن ابن سام، سام ابن نوح، هو أب لشعوب كثيرة، فأطلق فيما بعد على اليهود والعرب وشعوب أخرى اسم الشعوب السامية. ولفترة قريبة كان يطلق اسم الساميين
على اليهود في الكتابات الأجنبية الأوروبية أو الأمريكية، ولكن عمليا السامين هي تسمية أوسع من ذلك بكثير، وهي تطلق على مجموعة قومية ولغوية أكبر من ذلك. اليوم في الكتابات المعاصرة الغربية لا يوجد فرق بين اليهودي والإسرائيلي والسامي، هالفروقات الدقيقة اختفت. عندما يكتب أحيانا تقرأ في كتاب يهودي أو إسرائيلي أو عبري أو سامي أحيانا لا يوجد تمييز، أما في لغة البحث العلمي يوجد فروقات ويوجد تمييز. نحن في كتاباتنا العربية لا نستخدم غير كلمة يهود فقط، ومن نادر أن نستخدم إسرائيلي أو بني أو عبراني، وبالعكس يمكن حتى نتعمد تجنب كلمة إسرائيلي خوفا من التداعيات السياسية لكلمة إسرائيل. حلقتنا اليوم شارفت على الانتهاء، ونحن سعداء بأن كان لنا فرصة نتعرف مع بعضنا على مجموعة من التسميات كانوا يطلق اليهود على أنفسهم في عليها، كانوا يطلقون على أنفسهم يهود، عبرانيين، إسرائيل. قلنا تسمية ساميون لم يطلقوا على أنفسهم لأن التسمية أتت من الآخر، ولكن هذه التسميات كل واحدة منها لها فروقات تاريخية وثقافية مختلفة، هي ليست متشابهة، ولكن اليوم في الاستخدام المعاصر تم إلغاء التشابه. أما في ثقافتنا العربية للأسف فنحن لا نتجنب كل الاستخدام ونعتمد فقط تسمية واحدة ولكن بطريقة قدحية. شكرا جزيلا على المتابعة، نلقاكم في الحلقة القادمة.